رفيق طيبي روائي وشاعر ومؤسس والمشرف على منشورات خيال. لكل فن مهمته ودوره، هناك أشياء نستطيع قولها عن طريق السرد وهناك أشياء لا نستطيع قولها عن طريق الشعر، يعني لكل مقاربة أو رؤية ثقافية طريقها الذي تسلكه سواء عن طريق الشعر أو عن طريق السرد، لا يمكن أن يلغي فنا آخر. هناك واقع يحتاج دوما لأن نكتب عنه وأن نكتب نصوصا واقعية لمعالجة ظواهر معينة، وهناك خيال نعيد من خلاله تشكيل الواقع ونعيد بناء مسارات معينة من خلال نقدها وإعادة تركيبها بالتخيل وبالتخييل بالشكل الذي نراه ملائما وفق رؤيتنا الثقافية. كان إيجابيا، كانت فيه كثير من المقالات التي أدين لأصحابها بالكثير. أنا ممتن لما قام به النقد إلى غاية اليوم، صوب أخطائي، صوب مصائي، وهناك مدح في أشياء معينة مكنت لي من الكتابة أكثر بنفس السياق أو بقوة أكبر، وأنا متفائل بالقادم. هناك ممارسات معينة لم أكن أستسيغها دفعتني إلى دخول هذا الميدان. أيضا هناك رهان على فكرة معينة احتجت لدخول الميدان لتنفيذها، وهي غاية جمالية أن يكون النشر بوسائل وبأشكال أفضل، وأنا أحاول إلى غاية اليوم تقديم تلك الصورة التي انطلقت منها في مخيالي في هذه المهنة. لم يؤثر إيجابيا، فالكاتب يملك خلفية ثقافية وحتى رؤية نقدية تؤهله لمعرفة ما يجب نشره ولفهم سياقات ومسارات ثقافية لمختلف الأعمال التي ينشرها. هذا يتيح له أن يكون قريبا أكثر من الكتاب وأن يقدم خدمة أعمق للقارئ الجزائري والأجنبي. كانت تحضيرات كثيفة، كان في عندنا مخزن كبير جدا لم يسوق ولم يصرف، قمنا بسحب العناوين، قمنا بترتيبها وتنظيمها، أعطينا أولوية لبعض العناوين التي يجب أن تصدر بهذه المناسبة، وانتهت التحضيرات ونحن اليوم في هذا الصالون متفائلون ونرحب بالجميع. الإقبال لحد هذه الساعات الأولى طيب وجميل، ومبشر بأن الأيام المقبلة ستكون أفضل إن شاء الله، وسعداء بلقاء كل هؤلاء الأصدقاء والأسرة الإعلامية في هذه الصبيحة الطيبة وفي انتظار الآتي. أشكر كل من تواجد إلى حد الآن في جناحنا، أشكركم خاصة على هذه المبادرة الطيبة، وأدعو كل مواطني الجزائريين إلى الالتحاق بهذا المعرض الدولي المهم جداً.